هل لديكم مشاريع مستقبلية تتعلق بمسألة الاستثمار في هذا الموهوب من ناحية والله ابتعاثه، من ناحية توفير بعض الفرص له وما إلى ذلك؟ ما هي فلسفة موهبة في هذا الجانب تحديدا ومع هذه الفئة العمرية؟ الحقيقة موهبة ما أغفلت هذا الجانب، هو أساسي. لذا موهبة كان يهمها أنه مسار مهني ومسار تعليمي، يعني بمعنى أن يكمل مسارها الجامعي والتعليمي وأن يكمل أيضا المسار المهني مستقبله وين يروح. زي ما قلت قبل شوية، موضوع برنامج التميز يضمن يجيب له قبول، نأمن له قبول في جامعة مرموقة، غالبا حيجينا منحة له من هذه الجامعة المرموقة لتميزه، وبالتالي ضمننا له مقعد في هذه الجامعة ومسار مهني. أحيانا نتكلم مع رعاة شركات عالمية ووطنية وإقليمية، مثلا معنا علاقة مع أرامكو، مع سابك، مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، يستقطبون كثير من طلاب موهبة، يبتعثونهم لدراسات جامعية ودراسات عليا في جامعة الملك عبد الله، ثم بعد ذلك يؤمن لهم مسار مهني. أيضا فيما يتعلق بقبولهم في الجامعات، موهبة قدمت دراسة كاملة وتوصيات أنه كيف تتم رعاية الموهوبين في التعليم العالي، التعليم الجامعي، وقدمت لوزارة التعليم، ووزارة التعليم تبنتها وعممت فيها على الجامعات، ولكن كل جامعة رعايتها للموهوبين بناء على إمكاناتها ونظرتها، ولكن تتفاوت الجامعات. بعض الجامعات متقدمة جدا في تبني هذه التوصيات، مثل مثلا الإعفاء عن السنة التحضيرية، لأن الطالب الموهوب ما يحتاج، أنك عندي طالب في الثاني ثانوي قبل في هارفارد، أنت ليه تخضع مرة ثانية لسنة تحضيرية تعاملها زي أي طالب عادي؟ يعني ضياع لجهد ووقت ومستقبل لهذا الفترة. فهذا جانب. الجانب الثاني اللي نسميه في جامعات ما هي بمرنة في هذا الجانب؟ الجامعات بدأت الآن خطوات. السؤال واضح دكتور، هل في جامعات غير مرنة في هذا الجانب؟ يعني تتفاوت، هو النظام يجب أن يمضي على الجميع دون استثناء؟ أنا عندي مشكلة ثانية اللي في بعثة موهبة. أنا لما أجي أبتعث أحد قبول وهو في ثانية ثانوي، هذاك متطلبات البعثة أن يكون عنده ثالثة ثانوي، فشوف كيف الطالب هو سبق ثالث ثانوي أصلا، لكني لا أستطيع أن أبتعثه من ضمن البرنامج إلا بعد ما يأخذ ثالثة ثانوي. وإحنا شغالين مع الوزارة في هذا الجانب إن نشيل هذا الشرط، لأن حقيقة شرط ما ينطبق على هؤلاء. نفس الكلام في الجامعات، سنة تحضيرية، نفس العملية فيما يتعلق متطلبات سابقة، يسمونها كوركوزيت، المتطلبات جنبا إلى جنب، يسمونها الدرجات دبل ديجري دبل ميجر. هذه القضايا ودنا تتبناها الجامعات لدينا، وهذه من ضمن التوصيات فيما يتعلق برعاية الموهوبين، فيما يتعلق بموهوبين في هذه الجامعات.